في اهتمام كبير بتكليفات اللي أصدرها سيادة الرئيس بخصوص إطلاق حوار سياسي شامل مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، واللي قال فيها أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. امبارح بدأت بالفعل الأكاديمية الوطنية للتدريب أولى خطوات الحوار الوطني، وقالت أنها هتدير الحوار بكل تجرد وحيادية تامة، وأنه هيكون دورها فقط التنسيق بين الفئات المشاركة في الحوار من غير بقى ما تتدخل في أي مضمون أو محتوى يتم مناقشته. صحيح يا شاذلي، امبارح الأكاديمية الوطنية للتدريب قالت كمان أنه هدفها أنها تفتح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال بيكون بيشارك فيه كل القوى والفئات الوطنية، علشان في النهاية يكون عندنا مخرجات للحوار تتناسب مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية، وأيضا تناسب طموحات القوى السياسية المختلفة. المهم كمان هدير في الحوار هنا هو الالتزام اللي أعلنت عنه الأكاديمية بأنها تعتمد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة، وهتدعو جميع ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن عشان تضمن كمان تمثيل الجميع في هذا الحوار المجتمعي. بالتأكيد مسألة توسعة الحوار السياسي وتوسعة قاعدة المشاركة بين كل القوى السياسية هتعمل زخم حقيقي ومصداقية حقيقية لهذا الحوار، وأيضا هتفتح مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية. علشان كده الأكاديمية هتفتح كمان باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، علشان دي تكون فرصة متاحة لكل اللي عايز يشارك ويناقش ويطرح أفكار في هذا الحوار السياسي. مش بس كده كمان يا هدير، امبارح الأكاديمية كمان قالت أنها هتشكل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من كل القوى والفئات المشاركة عشان يتم رفعها إلى سيادة الرئيس. حانو في رأيي أعتقد أنها يعني مرحلة هامة جدا من عمر الوطن، وبتعكس يمكن رسالة أكثر أهمية، وهي أنه الدولة وصلت لمرحلة من الاستقرار يعني يسمح لها بإدارة هذا النوع من التنوع السياسي والأهلي في المجتمع، وأنه إحنا بقى عندنا ثقة كبيرة في كل هذه القوى السياسية والأحزاب والبرلمان والمجتمع المدني وكل مكونات العمل السياسي والأهلي في مصر، إنهم يخرجوا بوثيقة معبرة تماماً عن الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.